بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات تيتوريالز 101 ان HTML 5 and CSS and JavaScript. هنتكلم دلوقتي عن اول حاجه النستد او مفهوم النستد، وبعد كده الايمج. يعني ايه مفهوم النستد؟ احنا خدنا دلوقتي حاجه زي الانكر واتعرفت عليه. طيب هاجي هنا اضيف صفحه جديده وهنعملها ديمو 2 او 3. لو انا عايز اعمل لينك او هايبر لينك، كنت باجي اقول له انكر هاي ريف ايكوال، واديله مثلا صفحه اللينك واقول له هنا لينك بيج. تمام. طيب افرض ان انا عايز احط لسته هي اللينكات. تمام. طيب احنا كان عندنا يو ال، وكان موجود عندي مجموعة ال اي مثلا اتش تي ام ال 5، وفي عندي ال اي سي اس اس 3 و ال اي مثلا جافا سكريبت. تمام. طيب انا لو عايز احط الاول قبل ما اعمل الحكايه ديت اعمل نستد. نستد يعني ايه؟ يعني احط حاجه جوه حاجه. ينفع اجي هنا واجي قايل له ال اي او او ال اوردر ليف، واجي هنا واروح جاي قايل له ال اي كده، انا بعمل منسدل من الاتش تي ام ال باراجراف ال اي تكست فورمات ال اي لينك ال اي ليف. تمام. لما اعمل سيف دلوقتي كده، تعالى كده نعمل سيف ونشغل الصفحه بتاعتي. هيجي لي انكر وبعد كده مجموعه من الليست. تلاحظ كده لو انت خدت بالك لسته ال HTML بقى تحتها لسته منسدله منها. معايا؟ طبعا ده اللينك اللي فيه. طيب لو انا عايز ابني لكل ليست، الاول ممكن اشيل التايب، يعني اجي اقول له تايب ايكوال نون، واجي هنا اعمل سيف، وتعالى نعمل الصفحه بتاعنا ريفرش. فتلاحظ ان التنقيط بتاع العناصر اتشال. هم لسه بس اتشال الايه؟ التنقيط بتاعهم. حاجه تانيه، انا عايز بقى اخلي اتش تي ام ال دي هايبر لينك. خلي بالك انا عملت نستد تعشيش، يعني دخلت حاجه جوه حاجه، حطيت لسته جوه لسته تانيه. تمام. الحاجة التانية بقى، أنا عايز دول يكونوا اتش يعني لينكات. فهاجي هنا أقول له أنكر الهاي ريف بتاعه زي ما اتفقنا هاش أو شباك، ده معناه ما تدخلنيش على حاجة، يبقى لينك بس. بضغط عليه بس مفيش، ما بيروحش على حاجة، بيرجع على نفسه. تمام. طب أنا لو خدت كوبي الأستاذ ده وجيت على السي اس اس وقفلت تاج الأنكر هنا، ونفس القصة بالنسبة للجافا سكريبت وقفلت الانكر هنا وعملت سيف وجيت هنا عملت ريفرش. نلاحظ تغيير شكل الليست لشكل ايكون، ولما بضغط عليه بيديني ايكون. تمام. يبقى انا كده هي لسته بس ممكن اضغط عليها فتنقلني الصفحات بتتكلم عنها. تمام. طيب ده كان فكره ان انا اعمل لينك واحط الموضوع مع النستد او ادخل حاجات في بعضها. طيب يبقى دي قصه النستد. هنتكلم دلوقتي عن الايمج. تعالى بقى نعمل صفحه جديده هنسميها ايمج ديمو. ايمج ده العنوان. عشان اضيف صفحه او عشان اضيف صوره لازم أن يكون عندي الصوره دي موجوده على الروت بتاعي. دي عمليه تبسيط، بدل ما اخد اليو ار ال كامل وتتغير المكان بتاعها فالصوره بتاعي ما تشتغلش. فبعمل حاجه مهمه جدا، بعمل رايت كليك على البروجكت بتاعي وابدا اضيف نيو فولدر. طبعا انا ما عنديش هنا نيو فولدر لان انا عامل راننج. لما اوقف اعمل ستوب للابلكيشن واجي هنا افتح البروجكت بتاعي رايت كليك اد، بدا يظهر عندي ايه؟ نيو فولدر.
هسمي الفولدر ده ايمج او ايمج عشان هيبقوا كتير. تعال نجيب مجموعة صور كده، هاجي هنا انا عايز الصورة دي، 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 تمام. هبدأ اخد منهم كوبي كنترول سي، واجي في الفولدر بتاعي رايت كليك واقول له بيست. بدأت تطلع عندي الصور، وكل صورة من دول لها اسم. انا عايز اشتغل مع الصورة الاولانية هي كودينج دوت جي بي جي. عشان اضيف صورة يا شباب ببدأ افتح تاج اسمه ايمج، وبعدين عندي اتريبيوت له مهمة جدا اللي هي اس ار سي او سورس ايكوال، واديله الباس بتاع الصورة. طبعا كلمة بي كيو ار ال لو ضغطت عليها هيفتح لك شاشة فيها كل الايتم بتاع البروجكت، عشان كده حطيتهم في فولدر. لو انا اخترت من هنا ايمج ممكن اختار اي صورة من دول وبعد كده اقول له اوكي او اكتب. طب لو كتبتها هتبقى ايمج سلاش كودينج. طب ليه حطيت الفولدر؟ عشان لو رجعنا كده يا شباب وفتحنا المشروع بتاعنا هتلاقي الفولدر بقى موجود ضمن الفولدر بتاع المشروع. فانت لما تيجي تعمل هوستنج وتاخد الويب سايت بتاعك بالكامل تنقله على الروت بتاع السيرفر، بتاخد الفولدر كله وتحطه هناك، مش هيختلف عندي ببساطة لان انا موجود في نفس الروت او في نفس الدايركتور بتاعي. فدي مهمة جدا. طيب كده الصورة بقت موجودة. لو احنا عملنا كلوز، طبعا الايمج من نوع انفتاج فارغ لانه بيعرض، مش شرط يتكتب جواه ده. طب هعمل سيف ونعمل رن. نلاحظ كده الصورة بدأت تظهر أو بتتحمل، بس عندي مشكلة في حجم الصورة. الصورة هتعتبر كبيرة، كبيرة. أنا عايز أصغر الصورة شوية، تمام. هي طبعا لسه بنتكلمش على فكرة الباك جراوند والكلام ده كله، ده لسه هنشوفه قدام. عايز أصغر الصورة شوية، فقال لي عندي تو أتريبيوتس، حاجة اسمها الويدث. لو أنا قلت له 200 وجيت هنا قلت له الهاي 200، طبعا انا هنا خليتها بوكس. خلي بالك لو انت اديته ويدث بس هيظبط الهايد بالتناسب مع الويدث. لو جيت عملت سيف ورجعنا للصفحه وعملنا ريفرش، نلاحظ ان الصوره بتاعنا صغرت. طبعا زي ما اتكلمت هي صغرت بحجم، مش كده؟ طيب ممكن اشيل بقى الهايد واقول له سيف، هتلاحظ ان هو هيجيبها لي بالتناسب. يعني ايه؟ هيشوف العرض ده يناسبه ارتفاع بنسبه النسبه الاصليه او الاوريجينال سايز بتاع الايه؟ بتاع الصوره. كويس، يبقى احنا كده عملنا صوره. طيب في عندي اتريبيوت تاني، مثلا انا جيت هنا رحت جاي عامل ايمج. في امكانيه جميله جدا يا شباب موجوده في فيجوال ستوديو، انا لو جيت على صوره زي دي عجبتني الصوره دي ممكن كليك اند دراج. طبعا كليك اند دراج مش شغال. ليه؟ لان انا مشغل. نعمل ستوب كده واعمل كليك اند دراج. ها ايه اللي حصل؟ نزل. لا ونزلت عندي بحاجه كويسه قوي، ادي الباس نزل ونزل معاه خاصيه جميله جدا اسمها الت. الت دي بتستخدم علشان لو الصوره ما ظهرتش يظهر الكلام. انا بقول هنا اتش تي ام ال 5 اند شوبينج. طيب انا لو عملت دلوقتي سيف ورحنا للصفحه بتاعنا وعملنا ريفرش، طبعا حجم الصوره كبير اهو، شوبينج لانه نازل يتسوق، تمام. طيب ممكن اشتغل كمان مع الويتس والهايت. يعني لو خدت الكلام ده كده وحطيته هنا كده انا عملت الهايت. طيب سيف وتعالى نعمل ريفرش للورقه بتاعنا، بقى صغير اهو. في امكانيه بقى ان انا لو مثلا شلنا القوس ده كده الصوره ديت اسمها اختلف. لما اجي اعمل ريفرش للصفحه بتاعتي تلاحظ ان الصوره بقى مكانها كلمه اتش تي ام ال 5 اند ايه شوبينج معايا، بيجيب لي الاسم الاصلي بتاع الصوره، وده له دلاله قويه جدا في الاستخدام بالنسبه للناس ذوي الاحتياجات الخاصه او المكفوفين في برامج بتنزل لهم خاصه اسمها سكرين ريدر. سكرين ريدر ده بيقرا له محتوى الصفحه، تمام، ومنها كمان بيقرا الارت بتاع الفوتوز بحيث ان هو بيعرفه دلالات الصور دي عباره عن ايه. طيب نرجع تاني القوس عشان استاذ يعني. يبقى عرفنا كمان هايت وويت وهايت موجودين للانتج. بالمره كده عايز اعمل بقى نستد. يعني ايه اعمل نستد؟ عايز لما اضغط على صوره تبقى هايبر لينك. طيب نعمل هايبر لينك الاول. تعالى هنا ندي بي ار ريكو تمام، وتعالى نعمل انكر
الانكر ده الهايبر ريف بتاعه ايكوال، خلينا نقول اتش تي تي بي نقطتين في بعض دبليو 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 دوت جوجل دوت كوم. تمام. طيب هنحط ايه هنا؟ انا لو كتبت كلمه جوجل هتظهر، طب ما احط صوره. طب ما كويس، يبقى انا هفتح دي كده وتعالى ناخد اي صوره كده وليكن صوره المكتبه دي واحطها هنا. تمام. طيب عايز اصغر بقى، فرحت جاي قايل له الويدث بتاعك هيساوي مثلا نقول 50 عشان تبقى صغيره كانها شكل ايكون. تمام. تعالى نسيب وتعالى نرجع نعمل ريفرش. طبعا الصوره بتاعنا ظهرت، ودي ظهرت الصوره الصغنطوطه. تمام. الفرق ما بين الصوره الكبيره والصوره الصغيره، الصوره الكبيره انا بتحرك عليها عادي صوره. تمام. لكن الصوره الصغيره هي كليكابل، لما بضغط عليها بتبدا تفتح صفحه جوجل بتاعه. تمام. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ازاي ممكن نتعامل مع الايمج، وازاي كمان نشتغل بالمفهوم او الكونسبت بتاع النت. تمام. بكده يبقى انا خلصت فكره الفوتو. طبعا في امكانيات كتير هنتكلم عليها ان شاء الله قدام، بس انا بدي فكره اوليه كده كتكمله للانترو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، وريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي نعملها على القناه. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شير في الخير. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.